عليكم الخواتي ديالي، المومات ديالي، الغزالات ديالي. صباح الخير على ولدي يوسف. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم نهاري كيف غيدوز من الاول حتى الاخر. اليوم كاينه الجلبه ديال ولدي ديال شهرين، الجلبه الثانيه. ولدي اليوم غادي يمشي على الطبيب. بك ولدي، ولدي اللي بغا يمشي على الطبيب ان شاء الله. ايوا المهم غنشارك معكم نهاري كي غيدوز الروتين ديالي انا وولدي. ايوا دابا انا يلا فقت ولدي، سبقته هو الاول، عطيته الرضاع. والله الا انا باقا بلا فطور، سبقته مسكين هو الاول مع ولدي مسكين مريض فيه. اش نقول لكم، فيه لي غاز. ايوا ما شرينا ليه الدواء، ما قدا فيه والو، مسكين كيشد الوجع، ما نعرفوش فيه الجوع ولا ضارينو بسيرناتو، كيبقى فيه مسكين. داكشي علاش كنسبقو هو في كل شيء، ليكوش، حويجات والبيبغون، يعني كنسبقو في كل شيء. مع البنات الوليدات الصغار مساكن ما يعرفوا لا يهضروا لا والو، يعني كيعرفوا يبكي ويبكي وما نعرفهم علاش كيبكي مساكن. ايوا ايوا البنات، المهم بالنسبه اللي كيسولني على انا فاش خدامه، انا كندير التصوير، كندير كاميرا، يعني فوتوغراف كاميرا، لي زانيفيرسير، العراسات، الطهاره، سبوع، اي حاجه. وانا كندير حتى هاد لاكاك ديزاين. دابا بالنسبه لي انا يلا ولدت، يعني ما كنخرجش، ما كنخدمش، دابا باقي ما بديتش الخدمه، ما كنخدمش حتى باقي ما كنخدمش حتى يكبر لي شويه ولدي، يعني ما نقدرش نخليه مسكين بوحدو ونخرج ولا نخليه مع شي واحد حيت باقي صغير، باقي صغير. ايوا دابا انا ساليت رضاع لولدي، غادي نخليه حتى يتكرع شويه باش ما يرطش ليا. ايوا غادي نسالي، غنبدل ليه ليكوش، ماما غتبدل ليه حويجاتو، غتغسل ليه. مع البنات انا كيجينا طيب، ما كنقدرش نبدل ليه، ما كنقدرش نبدل ليه حويجاتو، كيجيني باقي يدياتو رطيبين، رجيلاتو رطيبين، ما كنقدرش نبدل ليه البنات حويجاتو. ماما هي اللي كدوش ليا، كدير لي كلشي، انا مازال كنردعو بحال هكا، كنبدل ليه ليكوش. من غير هادشي ما نقدرش نبدل ليه حويجاتو. دابا راه مع ماما معايا، فهمتي؟ ما كون ما كانتش، يعني كون ما كانتش ماما حدايا، كنت غنعول على راسي، ولكن دابا جايب الفتوش على ماما. هي مسكينه كتسهر معاه بالليل، يعني بحال هكا، مره نسهر معاه انا، مره هي. ايوا كتعاون معايا. ايوا البنات خليكم معايا، دابا انايا غادي نبدل ليه ليكوش. خليكم معايا، انا باقي ما فطرتش، يلا غنوض نفطر، نبدل حويجاتي. راه دابا بابا باغي يجي يهزنا باش غادي نمشيو للطبيب. مع الطبيب دايرين معايا مع الجوج. ايوا خاصنا دابا نوض، والله الا مهتله. دابا انا نخليه لمامو، غادي نوض نفطر ونبدل حويجاتي باش نخرجوا. يلا خليكم معايا، غنشارك معكم حتى شنو غادي نهز ليه في الساك ديالو، شنو غنهز ليه في الساك ديالو. يلا خليكم معايا. زيد عند ماما. هيك يا ماما، هيا ماما، يلا خليكم معايا البنات. Thank you.
اليوم هذا هو الصاك اللي كنهز لولدي فيه داكشي ديالو. حنا دابا وصلنا عند الطبيب. هذه هي البيبغون ديالو وهذه هي الكوشه ديالو. هذه الكوشه نقول الطبيب يبدلها لي حيت البنات هذه الكوشه دارت ليه شنو نقول لك بحال الحساسيه ولا كله طيب مسكين من الداخل. وكندير ليه هاد اوبلاستين. بصراحه هاد اوبلاستين زوينه. هذه حتى من كانه هذه بالنسبه ليا انا يعني ناسبت ليا لولدي. وثاني كل واحد والجلده ديالو كل واحد البشره ديالو. صافي هذه الفايطه ديال ولدي يعني بحال الخيمه تاع حليبه وداست ليه كنمسحها ليه. صافي وهذا حليب هذا الحليب ديالو. وبالنسبه لي انا ديما كندير الميزان يعني ما كنفضل ندير الميزان ديالي انا احسن من الميزان ديال الطبيب. يعني الميزان ديال الطبيب كيديروا شحال من واحد فهمتي. صافي كندير الميزان هادشي اللي كنتي ليه هذه باش الا بغيت نبدل ليه الكوش. صافي هادشي اللي كاين. اصلا انا يعني كنخرجوا غير يعني كنخرجوا غير بحال هكا الا كان غير جلاب عدو الطبيب هادشي اللي كاين من غير هادشي ما كنخرجوش. ما باقي صغير. المهم انا ملي ندخل عند الطبيب الداخل غندخلكم معايا. لقيتوني يلاه وصلت. دابا ولدي ردعتو بدلت ليه. دابا راه ناعس حطيتو ناعس مسكين اليوم تمحن وليدي حبيبي تمحن. شنقول لكم انا عمرني شفت ولدي كيبكي بهذه الطريقه. عمرني يعني عفتي عينيا تغرغروا ليا بقى فيا بزاف. ايوا ما عنده ما يدير. هاد الجلبه ديال شهرين دابا كيديروا فيها ثلاثه الجلبات. وحده كيشربوها ليه مقيطه كيشربوها وحده داروها لي في خدو اليمين وحده داروها لي في خدو اليسار. ثلاثه الجلبات. حنايا ملي كنا صغار بصراحه يعني ما كانوش كيديروا لنا الجلبه الثانيه فيها ثلاثه الجلبات. حيت دابا هاد الطبيب اللي متبع عندو ولدي اللي كيجلب ليه هو انا اللي فايتجلب ليا سبحان الله. يعني جلب ليا انا وجلب خواتاتي وجلب بنات خالتي كبار ودابا جلب لولدي سبحان الله. هو اللي جلب لي واحد الطبيب ظريف كيما برنوسي يديه زوينه. المهم عطانا خرج لينا الدواء. وبالنسبه لي كوش بومبيرس اللي قلت لكم بلي راه كيدير لولدي طيبو قال لينا بلي هذاك لي كوش بومبيرس مزور من شافو قال لينا بلي راه يعني لي كوش رقيق وبومبيرس مولف يكون يعني الطبقه ديالو غليظه شويه. اعطانا واحد ما عرفت شنو هي واحد الوريقه عندي في صاكي ليه واحد الوريقه يعني باش نعرف واش بومبيرس مزور ولا ما مزورش. وشاد البومبيرس خديناه من مرجين وقال لك مزور. ايوا وعطانا واحد الدواء نشوف هنايا ها هو عطانا هذا دولي فران باش زعما ماشي على السخانه يعني باش ما يبقاش فيه الوجع ولا ماشي على السخانه. ما سمعتش مزيان مع ديك الساعه كان متلفني ولدي. المهم ها هو هذا دولي فران عطاه ليا هذا الدري الصغار. عطيته وحده قبيله وحده قال لي تالا ديك 11 الليل 12 بحال هكاك الا بقى كيبكي عطيه هذا يعني وقال ماشي على السخانه. وبالنسبه للطيب عطاني هذه ها انتم شوفوا هاي مو عطاني هذه وقال لي تبع ليه وقال لي من الاحسن لي لانجيت حيديهم ليه يعني يقدر يكون عنده حساسيه من لي لانجيت يعني ماشي غير ليه كوش. قال لي ولي غسلي لي بميها سخونه وفيطه مسحي لي بفيطه وميها سخونه وصابونه الحجره.
حيت انا البنات ملي كانت صغيره كانت كان عندي هذا المشكل، وكانت عاود ليا ماما قالت لي بلي راه داتني على الطبيبه وشداتني وحكات حكات حكات ليا بصابون الحجره وبميه سخونه، راه ما كاين ما احسن من صابون الحجره وميه سخونه، حيدوا عليا داكشي ديال لي لانجيت وداكشي ما عندكم ديروا به، تبعوا وليداتكم ميه سخونه وصابون الحجره احسن ليهم من لي لانجيت وداكشي احسن ليهم منه. المهم عطاني هادي قال لي تبقيها لي، قال لي تبقى لي غير 10 ايام، يعني ما تخليهاش لي فوق 10 ايام، قال لي تبقى لي 10 ايام. وعطاني واحد النقيطات، عطاني واحد النقيطات على حسب هو عدو لي غاز، عطاني واحد النقيطات قال لي 10 ايام حتى هما نتبعوا لي 10 ايام، قال لي 8 نقيطات نقطرهم لي في معلقه وندير ونزيد عليهم الماء. ايوا صافي هذا ما كان. المهم انا راه شاركت معكم نهاري كله كيف داز، يعني النهار اليوم كله مشى ليا غير على الطبيب، مشيت لقيت الناس، يعني الناس كاينين، لقيت شي اش نقول لكم، لقيت شي 6 الناس قدامي، لقيت شي 6 الناس وانا يعني مع ولدي كانت عندو الجلبة تعطلنا شويه، يلا دخلنا طرقنا خواتي تيجبناهم معنا تالي من المدرسه، يلا دخلنا غير دابا. نتمنى نكون يعني يكون عجبكم هذا الفيديو ونكون خفيفه على قلوبكم ان شاء الله. ايوا دابا غادي نقول لكم السلام عليكم، الفيديو المقبل ان شاء الله.